عليه الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلوات والسلام. في شرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول. بسم الله الرحمن الرحيم. قسم السنة الرابعة متوسط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم احنا مع عنوان دقيق جدا طريد مشكل يقول إلى حلم وعد يقول إلى حلم وعد. في طريد مشكلة هل تعطينا مشكلة مثل مد واحد الأمبرون أنشيما يعطيني مشكلة رياضي عادة المشكل الرياضي هذا وش به؟ راح كي نحبو راح نلقى فيه زوز مجاهد لأنه على الطلب كيعطيك مشكل يعطيها لك على شكل ماذا؟ على شكل حجاية على شكل حكاية. وش دير أنت؟ لابد أنك دير لغة الفرضية لغة التسمية. نسمي مثلا يقول أعطيني مشكلة مثال محيط مستطيل مثلا كذا طوله يزيد عن عرضه بخمسة أو وش مثلا الطول والعرض. الطالب الذكي هنا وش يدير؟ يسمع وش يقول له الأستاذ. نسمع كيقول لي أوجد الطول والعرض. أنا دائما نقول للطلبة أنه تجبد أنت التسمية من مطلوب. لاحظ قال لك أجبد الطول والعرض وش ندير؟ نسمي الطول راح تسميه أنت الطول راح تسميه هو آل مثلا والعرض هو آل مينيسكيل. لا لونغور إلى لارجور. انتبهوا مليح. أنت كي تخدم راح تلقى معادلة يعني الإيكواسيون كي كونتيان دو فاريابل يعني تلقى معادلة اللي فيها زوز مجاهيل. مثال راح تلقى باغ إكزومبل الطول مثال مثلا يساوي مثال يساوي العرض زائد خمسة. هذا مثلا تسميها أنت المعادلة رقم واحد. هذه الولاد اللي طلبة الطلبة تاعنا اللي نحبكم تكتبوا الحوايج هذه. فلا نستطيع حل هذه الإشكالية. علاه؟ لأنه توصلنا المعادلة فرد معادلة فيها مجهولين. يا أستاذ هو قلت لنا أستاذ الطريق مشكل يقول إلى حل معادلة. هاي المعادلة أستاذ تبقى مليح راح موديك شيء جميل أنك تفهم وراح نرد. واش دير أنت؟ مادام عندك زوز مجاهيل هذا مجهول الأول وهذا مجهول الثاني فلا نستطيع حل معادلة. علاه؟ كاين أون ريغل في المات واش تقول؟ لا ريغل واش تقول؟ الفوات لو نومبر دو فاريابل ils sont égaux avec le nombre des équations. يعني لازم يكون عدد المجاهيل يساوي عدد المعادلات. لاحظوا بدون مشغول عندي مشغولين لابد ان يزيد نجبد ماذا؟ نجبد معادله ثانيه. منين يا استاذ؟ اكيد انه في المشكل اللي يعطيهولك راح يعطيك معلومه. فالمعلومه اللي يعطيها لنا هذيك راح نشكل بها ماذا؟ معادله رقم اثنين مثلا مثلا المحيط يساوي 10 مثلا الطول مثلا المحيط 10 مثلا الطول المحيط هو طول زائد عرض في 2 يساوي 10 نسمي المعادله رقم 2. دونك عندي زوج مجاهيل وزوج معادلات دونك نجم نلقى واش يساوي ال الطول ونجم نلقى واش يساوي العرض. استاذ انت بغيت تقول لي يا استاذ بغيت تقول لي بلي في اشكاليه كي مدها لنا مشكل كي مدها لنا حيعطينا فيه زوج معلومات دو زانفورماسيون دو زانفورماسيون يعطيك فيها زوج معلومات. المعلومه الاولى أنا أعطيك مثلا يقول لك الطول يزيد على العرض مثال بخمسة تسمى تكتب المعادلة هذه. يقول لك مثلا المحيط المستطيل مثال هو 10 تكتب المعادلة هذه. دونك واش لازم تفهم أنت؟ أول حاجة باش تحل إشكالية انتبهوا مليح لأنك نخسر باش نحل إشكالية انتبه مليح وش يخرج من فمي باش نحل مش إشكالية لازم تعرف الترجمة من التعبير اللغوي إلى التعبير الرياضي من التعبير اللغوي ديزانفورماسيون إلى التعبير الرياضي. مثلا الطول يعطيك اشكاليه مستطيل كذا كذا طوله يزيد عن عرضه بماذا؟ بخمسه. تكتب انت الطول يساوي العرض زائد خمسه. كنا عطيتكم كيفاش تكتبوا هذه تاع شكون الفقير وشكون الغني اللي كنا نتكلموا فيها كثير في الاوساط. فهمين؟ ومحيطه 10 معناها الطول زائد عرض في 2 يساوي 10. قدر المعادله شكلت زوج معادلات. مبروك عليك راك تحل الحل راح تحل المساله تاعك. علاش؟ لانه لاحظنا بعض الطلبه واش يديروا؟ يعطيه معلومة أن الطول يزيد عن العرض بخمسة يكتب المعادلة كيما هذه ويفرح يقول لك أستاذ نحن قلنا الحل تاع المشكل. القاعدة تقول اللي قالها الأستاذ مام برك فهمنا من عند الشيخ في الحصة هذه واش فهمنا اليوم؟ فهمنا باللي كي تكون عندك معادلة فرد معادلة تحوي مجهولين فلا نستطيع حل هذه المعادلة. واش ندير أستاذ؟ لابد من تشكيل معادلة ثانية لابد من تشكيل معادلة ثانية حتى يتعاونوا مع بعضهم باش نلقاو واش يساوي الطول واش يساوي العرض. فهمي ولا الولاد هذه المرض الرياضيات لازم يفهم القواعد تاعها. ما تحكمش قدام فرد معادله تلقى لي الطول يساوي العرض زائد خمسه وتحب تلقى لي الطول والعرض. دونك انا تفهم بلي واش راهي ناقصات معلومه رقم او معادله رقم اثنين.
اكبر حاجه نوصيكم عليها الباب مشروع الاشكاليه انكم تحفظوا قواعد تاع المساحات وقواعد تاع المحيطات. درك انا غير بريسوب نعطيك مثال او كي نشوفوا بعد التطبيق على مستطيل نقول لك محيطه مثلا 20 وانت تجي هنا ما تعرفش كيفاش تصير العباره تاع المحيط تاع المستطيل يساوي 20. محيط مستطيل 20 هذا تعبير لغوي. لا تراديكسيون تاعو الترجمه تاعو معناها الطول زائد العرض بين قوسين في 2 يساوي 20. مثال درك هذه 20 واش قال لك هو؟ انت هذه جيبها لي منين؟ جيبها لي من الدرس. يقول لك واحد مثلث محيطه مثلا يساوي مثال محيطه يساوي 15. لازم نعرف بلي محيط المثلث هو مجموع الاضلاع. محيط المربع نعطيك مربع يقول لك محيطه يساوي 12. المحيط تاع المربع شو يساوي؟ وضعها في 4 معناها 4 اكس يساوي 12. مثال دونك هنا الطالب لابد ان تكون عنده مكتسبات قبليه. هذا هو من الحوايج اللي نعانيو منه حنا كاساتذه. حنا كاساتذه نعانيو من الطالب. واش نديرو؟ نعطيو مساله ونشرحوا له الدقه تاع المساله الاشكاليه كيف تخدم. نعطيهم التطبيق نقول له حاول. يجيني المكتب يقول لي استاذ ما فهمتش انا ولا استاذ ولا نجي نشوف نتبع اعطوني ترى الحل تاعك التلميذ. نجي نشوف نلقى الطالب باللي راه لا علاقه في واش القواعد لا علاقه في القوانين. هنا المشكله اللي نعانيو منه حنا. فهمين؟ واضح؟ بون نبداو ان شاء الله نشرحوا تقنيه تشكيل المعادله، كيفاش نشكل المعادله او ان صح التعبير كيف ندير الترجمه؟ كيف ندير الترجمه؟ شو معايا يا احمد؟ نبداو نمدوا تعابير لغويه ونخدم. قبل ما نمد التعابير اللغويه ركزوا معايا كيف نشرح لكم كما قلت لكم قبيلت لكم. باغ اكزومبل انا مثلا الاستاذ مام اطلع انت الشيخ سكوره نديروا لنا مسرحيه مع بعضنا في الكاميرا بعد. هذا الشيخ هشام انا وهشام وهذا التلميذ اسمه صهيب. او التلميذ اسمه صهيب. انا مثلا في الجيب تاعي يبقى عندي 10000. عندي 10 في الجيب تاعي. ونزيد عليه نزيد انا صهيب قدام جاي شويه صهيب هنا باش تبان في الكاميرا. اذا انا هشام وهذا صهيب. انا نزيد على صهيب انا عندي 10000 وزايد عليه في البري ب 2000 فرنك. قداش عنده صهيب؟ قداش عنده؟ تسمى هو عنده 8000. لانه كيكون هو عنده 8000 80 دينار جزائري وانا عندي 100 دينار جزائري. دونك 100 زايد على 80 قداش؟ ب 2000. كيفاش نهضروا عليها؟ اذا الشيخ عنده 100 دينار جزائري يعني 10 بالدرجه 10. وصهيب عنده قداش؟ هذا مزايد عليه انا قداش؟ انا زايد عليه ب 20 دينار جزائري. دونك واش عندي؟ واش كان عند صهيب؟ راح يكون عنده 80 دينار جزائري. بون خلينا من 100 دينار جزائري خلينا من 80 دينار جزائري نحيهم. راح نعطيها لك بطريقه اخرى. راح نقول لك عبر لي على الاشكاليه هذه على شكل معادله. هنا برك تجي الترجمه الرياضيه. الشيخ هشام يزيد عن صهيب ب 20 دينار جزائري. حنا كون نديروها مثلا غني وفقير. شكون الغني هنا؟ الشيخ. شكون الفقير؟ صهيب. يعني هشام يزيد عن صهيب نديرو بالاقلام بالمستويات. هشام يزيد عن صهيب بماذا؟ ب 20. كيف نكتب على شكل اشكالي؟ اول حاجه نحب نعلموها لكم عزيزي الطالب هي الترجمه، هي التسميه، هي الفرضيه. كيف يا استاذ؟ راح نفرض نرجع ستار واش ندير؟ معليش يا استاذ مكان كيعطيك صح صهيب راح نديرو هنا نفرض نفرض ما يحويه جي تاع تعيشة او نفرض ما يملكه او في التعبير اللغوي تو يعطيك الصيغه اللغويه. نفرض ما يملكه هشام هو اكس. دونك هذا نحطو كي شغل هو اكس اوكي. ونفرض ما يملكه صهيب هو إيجر. إذا نتعلموا حاجة أنه الإشكالية كي مدها في الهدية ولا في الفرض الاختبار عمره ما يكتب لك إكس وإيجر. حتى كون يقول لك مستطيل طوله يزيد وما يكتبلكش طوله آل يزيد عن عرضه آل مينيسكيل نو. يعطيها لك هكذا على شكل تعبير لغة. أول حاجة ديرها هي أنك تسمي التسمية. أكمل كيف نجيبوا التسمية؟ نعطيكم واحد الطريقة ممتازة
باش ما تتعبش روحك اللي نجيب التسميه، نجيبوا التسميه من المطلوب. ويقول لك ما هو ثمن ما يملكه هشام وثمن ما يملكه مثلا صهيب. دونك انت تجيب التسميه جبتها منين؟ من المطلوب. طيب كيفاش راح نجيب؟ شوف ولادنا هذوك بلي زيبول تاعي كيما قبيل كيما باش تقول شوف لي زيبول تاعي راهم في حد التوازن. شوف البول هذا والبول هذا صح توازن. حنا درك مادام هشام اعلى من صهيب راح البول تاعي يكون معوج. حنا نكتبوا معادله، ما معنى معادله تساوي؟ اش معناها؟ معناها لازم يكون عندهم نفس المستوى. اذا شوف البول تاعي كيفاش معوج، هذا هشام وهذا صهيب اكس وهذا ايكغيك. باش تشكل معادله يعني باش تكون ايزيبول يعدلوا بعضهم لازم تكون توسن. دونك شنو ندير؟ الفرق بيناتهم هو 20. دونك شنو ندير؟ هل نقولوا اكس يساوي ايكغيك زايد 20 ولا نقولوا ايكغيك يساوي اكس زايد 20؟ صح. دونك هذا اكس وهذا ايكغيك. شوف البول تاعي كيفاش معوج. دونك نحكموا ايكغيك نزيدوا له 20 شطق ترجع تساوي اكس. عاودوا استاذ هذا اكس وهذا ايكغيك. اعيد هذا اكس وهذا ايكغيك. شوف هناك اعطيها لك اعطاها لي معوجه اكس باش اكس يزيد عن ايكغيك ب 20. دونك اش نديروا؟ حنا ديما لا ديفيرونس نديوها لمن؟ الفاقره. دونك نديروا ايكغيك زايد 20 اوب ترجع تساوي واش؟ دونك هنا نكتبوا نقولوا هشام هيك اعتبرت قابله هشام يزيد عن صهيب ب 20 دينار جزائر. هو ما يسميكش رسمه. دونك تكتب هكا بلي هشام يزيد عن ايكغيك عن صهيب بماذا؟ ب 20. دونك انا واش ندير؟ 20 هذه من المده راح نزيدها لمن؟ صهيب. واش يصير صهيب؟ دونك نقول اكس ما نزيدوش نخليوه كيما هكاك نحسبوا 20 هذه المده لمن؟ صهيب. استاذ كاينه طريقه اخرى تفضل. واش هي الطريقه الاخرى؟ استاذ انت قلت لي اكس هو الفوق الكبير وايكغيك هو الصغير. نجمو الاستاذ الكبير نقصو له 20 يرجع يساوي اكس يساوي ايكغيك. نعم صحيح. نجمو نديرو اكس ناقص 20 يساوي ايكغيك صح. بصح حنا ما نحبوش نخدمو بواش، ما نحبوش نخدمو بالنقص، حنا دايما نخدمو بالزايد. فهمين؟ دونك حنا واش نعطيها لك قاعده عامه دايما لا ديفيرونس زيدها للزاوية. كاين الولاد حنا الباقيين مثلا هو اللي مدو ولا مدو الغالي صح 20 غادي مدوها من قدر التعبير يجيني بطريقه اخرى. واش يقول؟ يقول لي صهيب ما يملكه صهيب ينقص على ما يملكه هشام ب 20. انت دايما خليه يقول ينقص، خليه يقول يزيد كما بغيت انت. انت افهمني شكون هو الفقير؟ مادام صهيب ينقص شكون الفقير؟ صهيب. صهيب هو اللي مدو 20 ايكغيك زايد 20 اكس يزيد. طب ولاد باش من بعد تشاركوا ان شاء الله. تبع نعطيكم سؤال بعد تشاركوا. اكس يزيد عن ايكغيك بواش؟ ب 20. شكون الفقير؟ صهيب. ايكغيك ما قلتش صهيب قلت ايكغيك. اكس يزيد عن ايكغيك ب 20 معناها نقولوا ايكغيك زائد 20 تساوي اكس او اكس تساوي ايكغيك زائد 20. المساواه تبديليه كما بغيت. بون نبداو درك هنا في القراءه او ترجمه التعبير اللغوي على شكل معادله. طيب لو ما فهمش مليح يزيد يتبع معنا او فيديو ان شاء الله تزيد تفهموا اكثر وقت. هو جاب الولاد هذاك وراكم قيدهم في الحقيقه في سنه ثانيه متوسط. وشوفوا كي توصلوا من الاسئله ما يشرح لكمش. يقول كي قريتهم في قريتهم في سنه متوسط. فنبدا في التعبير اللغوي الاول. طبعا هنا اكس يزيد عن ايكغيك ب 5. انت في راسك واش دير؟ شوف لي شكون شكون الغني وشكون الفقير. اكس الغني ايكغيك اكس يزيد تسمى اكس هو الغني صح ولا دونك هل نزيدو 5 الغني ولا الفقير؟ دونك اكس يساوي ايكغيك. شوف لاحظ 5 زدتها من ايكغيك ايكغيك قال لك اكس يزيد عن فهمت يعني اكس هو اللي فوق وايكغيك هو اللي لتحت. لا ديفيرونس بيناتهم قداش؟ 5 قداش؟ 5. دونك ايكغيك زيد لها 5 اوف ندير ثانية إيكغيك ينقص عن زاد. ما نقولوش دايما نحطوش الحروف هو دايما نقولو إكس وإيكغيك. اليوم جات زاد إيكغيك ينقص عن زاد بثمانية. هاي كيما نعبرو عليها الذكي فيكم يعرف شكون هو الفقير.
إيغراك ينقص عن زاد إيغراك هاو زاد إيغراك ينقص عن زاد قداش شكون فقير إيغراك تسمى هو اللي ناتور واش دونك نقولوا زاد زاد إيغراك ولا نقولوا إيغراك زايد 8 تساوي زاد واش تبدا بزاد قد تقول إيغراك زايد 8 تساوي زاد عادي سهل إكس ضعف إيغراك إكس ضعف إيغراك ما معنى ضعف هنا؟ ولا دوبل شو معنى الدوبل؟ صحيح معنى نضرب فيه؟ إكس ضعف إيغراك معنى إكس هو 2 من إيغراك يعني إيغراك ضربها في 2 باش ترجع تساوي إكس غادي يقول لك أنا راني ضعف الدوبل تاعك أو قاعد يفوق في عليك أنا الدوبل تاعك شو معنى نضرب؟ معنى أنا هو الغني أنت الفقير تمام معنى إيغراك يضرب في 2 باش يرجع يساوي إكس إكس ضعف إيغراك أيتكو هذا إكس ربع إيغراك معنى إكس شو يساوي؟ هو إيغراك على ربع ولا واحد على ربع إيغراك نقول هو إيغراك على يعني نفهم الربع معنى واحد على ربع الخمس واحد على خمسة السدس واحد على ستة فهمتوا ثلاث أضعاف ثلاثة إيغراك وهكذا الخمسة إكس يزيد عن ضعف إيغراك بعشرة واش معنى؟ شكون هما أطراف؟ نفهموا الساعة شكون هما أطراف النزاع؟ إكس وإيغراك إكس وإيغراك ماهوش إكس وإيغراك صحيح هو إكس وضعف إيغراك أنتم تحسبوا دائما أطراف النزاع هما إكس وإيغراك شوف هنا واش قال لك إكس يزيد عن ضعف إيغراك شكون ضعف إيغراك؟ تسمى العلاقة راح تكون بين من؟ بين إكس وبين ضعف إيغراك اللي هو 2 إيغراك بواش؟ ب 10 شوفوا صح شكون الغني إكس ولا 2 إيغراك؟ هذه الهضرة هذه واش معناها؟ إكس هاو إكس ضعف إيغراك واش معناها؟ هو 2 إيغراك وهذا هو إكس هذا هو أطراف النزاع شكون يزيد؟ هذا يزيد على هذا بقداش؟ 10 تسمى شكون فقير؟ إيغراك هو 2 وقلنا مش إيغراك الولاد ركزوا ما نكونوش مركزين معاك صاي إيغراك حنا هضرنا عليه في الاول والثاني والثالث والرابع قلنا إيغراك اليوم كنا ضعف إيغراك يعني انا لو دوبل بون تسمى الفقير شكون هو؟ 2 إيغراك ها واش نديرو؟ 2 إيغراك هذا واش نديرو؟ نسيت لها كم؟ 10 باش ترجع تساوي؟ هاو نقرا إكس يزيد عن 10 بيوا عن واش عن من عن ضعف إيغراك فهمتوا صعيبه شويه جاتكم صعيبه بس ما تبعتوش ما ركزتوش بلي هنا ماشي هناك فرق بين اني قلت اكس يزيد عن إيغراك وهناك فرق انه اكس يزيد عن ضعف إيغراك لازم نعرفوا شكون هما اطراف النزاع اطراف النزاع نعطيكم مثال في الحلبه تاع المصارعه قدر اني نتقابل مع شخص خي كاين هذوك اللي يهزوا بعضهم جاهلين رياضه الجاهلين حنا نسميوهم قبيح هي دوك رياضة الجهنم فهمتي ولا هي هو هذيك تاع يشوف فيهم ساعات يضربوا الواحد بالكف كاين واحد شكون اللي يخطر على الكف اكثر تمام ايه واش يدير كاين فرق في المصارعه اني نتقابل مع شخص وكاين فرق اني نتقابل مع زوج اشخاص تسمى شكون اطراف النساء انا كشخص والاخرين هما في زوج عليا بالتاكيد بعد لازم تعرف شكون دوما شكون اطراف النساء كيما انا اكس ايكغيك اكس ايكغيك إيغراك وزاد إكس وزاد بصح شنو في الخمسة هذه شكون هما أطراف الميزان؟ إكس وزاد إكس وضعف إيغراك ما قالكش إكس يزيد عن إيغراك إكس يزيد عن ضعف إيغراك صايب مفهومة؟ دونك هاو إكس تاعي وهاو ضعف إيغراك قداش يزيد إكس؟ يعني إكس المستوى تاعو هنا هذا هو وثنين إيغراك المستوى تاعو راه هنا قداش الديفيرونس اللي بيناتهم؟ 10 هي 10 دونك 10 اللي نزيدها هل نزيدها الاكس ولا نزيدها 2 ايغراك؟ 2 ايغراك والاكس نخليه كيما هو شو كتبنا؟ اكس يساوي 2 ايغراك ونزيد له 10 واش ترجع المستوى تاعها؟ يساوي فاهمين؟ حاولوا تركزوا حاولوا تركزوا واضح؟ مليح راح نشوفوا درك بعد ما عرفنا كيفاش نترجموا راح نشوفوا التطبيق من خلال التطبيق هذا نزيدوا نفهموا مليح الاشكاليه نفهموا مليح الاشكاليه الواد نزيد نعاود لكم الدرس هذاك ما تشوفوش راك ما تشوفوش الدرس راك تبداو ديريكت يعطيك اشكاليه تبدا تحل
والمعلومات كما اذا تذكروا مليح الاشكاليه هذه شفناها في السنه الثانيه متوسط اني قري فيها هذا ديت ندخل هذا الدوزيام تريمستر السنه الثانيه متوسط راح ندخل لهم اشكاليه كيما هذه تفهموا مليح تسمى اللي ما قراوش في الثانيه متوسط راهو مشكل تبع مليح نعطيكم التطبيق من خلال التطبيق هذا راح تزيد تفهموا مليح شو يقول لي يقول لي روحوا نبداو بمثال بسيط على مستطيل بس كان المستطيل ما كانش لنا ما عرفش المستطيل صح عنده طول وعنده عرض تمام اشكاليه تلعب على اتجاه طول وعرض المستطيل عندي مستطيل مستطيل طوله ما يقوليش ألف طوله يزيد عن عرضه ب 3 سنتيمتر ما قالكش قداش الطول ما قالكش قد العرض قالك بلي الطول يزيد عن العرض ب 10 سنتيمتر السؤال اوجه طوله وعرضه علما وعلى باله بلي الهضره هذه عجبتنا معادله واحده لازم تعطي زي انفورماسيون شيء هاي معادله علما ان محيطه هو المحيط مصلوب رمز بي يساوي 34 سنتيمتر شو هذا مكان هذه إشكالية هذه إشكالية الكلام هذا هو إشكالية هنا طريق مشكل هذا مشكل راح نريضوك يا جماعة راح نعجلوه نبدا نعجل طب كيفاش نحل الإشكالية نرجع صار نقول الحل أول حاجة يديرها الطلب كيما الطلبة يديرها لا علاقة وراهم يبداو الاخر يبدا يقول لك حبس ثلاثة وعشرة اول حاجة ديرها هي التسمية او الفرضية احنا نسموها الفرضية وش على سمينا الفرضية فيسك فيها نفر شو معنى نفر طول المستطيل هو اكس اسمع مليح عفوا ال طول تاع المستطيل عنده اسم عنده اسم طريبيت ما اسموش اكس واي اسمه ال مليح ونفرض عرض المستطيل بنفس الطريقه نفرض عرض المستطيل هو هو ال نسبي صحيح واش قال لنا طوله يزيد عن عرضه ب 3 نعاود نرجع نقول لك لي زيبون طول هو اوتوماتيكمون لو هذه ما داخله في المنطقه ما يصلحش العرض يكون اكثر من الطول صح ولا باين بلي الطول هو نفرض بلي البول هذا هو العرض دونك حنقص ونفرض البول هذا هو طول دونك حنطلع باش ترجع المساواة باش ندير اذا لا ديفيرونس بيناتهم لا دونك ثلاثة واش رايك نزيدها العرض ولا نزيدها الطول دونك راح نقولوا العرض ولا نقولوا الطول ال ماجيسكيل يساوي ال ماجيسكيل زائد ثلاثة هوب يوليو متساوي صايب نرجع شنو باش نقول طوله شنو بيه المصحح اللي فاهم يزيد عن عرضه بثلاثة معنى ثلاثة سنتيمتر معنى شو اللي في المات في المات الوحدات ما نكتبوهمش في المعادلات ما نكتبوش الطول يساوي العرض زائد ثلاثة سنتيمتر لا تمين بثلاثة سنتيمتر هنا نكتبوها على أساس أنها ماذا أنها أنه عدد بثلاثة معنى أنه الطول يساوي لحظة واش قال الشيخ لانه ثلاثه هذه مدها صداقه لمن للفقير شكون هو الفقير والعرض يعني واش تقرا هذا تقرا العرض اللي هو سير العرض هو سير كي يزيدوا له ثلاثه يولي يتساوي مع الطول اوكي لازم تبقوا لي زيبول تيل هي الاشكاليه هيك هذا الطول وهذا عرض لا ديفيرونس بيناتهم ثلاثه دونك نحكم العرض كي يزيد له ثلاثه يرجع يساوي مع الطول ما نحكمش انا الطول هو بديجا عالي ونسيب نعطيه ثلاثه يزيد يعلى كمال ولا هذه اسمها المعادله رقم واحد معادله رقم واحد هاي
شكون ما فهمش واضح هذا يا هل ترى انا هذه بغيت نشرح لكم كبير يا هل ترى من المعادله هذه اسكو نجمو نلقاو الحل تاع الاشكاليه هذه بغيت نوصلها لكم لازم تكون تلميذ رياضي ما تكونش كاي تلميذ هكذا حب يجي يحل الاشكاليه القواعد الرياضيه قلنا كيكون عندنا زوج مجاهيل قداش المعادله لازمين هل هذه فيها زوج فرد معادله ولا زوج؟ تسمى تفهم انت بلي ناقصتك معادله زيد اقرا مثلا اوجد طول وعرض علما ان محيط يساوي 12 شنو المحيط يساوي 12 هذه هذه راهي فيها واش هي معلومه راح تعطيك معادله رقم زين نزيد نرجع واش نقول؟ احنا نطلب منها جير شنو منها جير تقول؟ و محيط مستطيل هذه راح نروح باش نجيب المعادله الثانيه يساوي قداش قال لي واحد نص نص 34 واضحه تبان يساوي 34 معنى درك الولاد هذه نعاود نرجع لكم نطلع لك السؤال تاع الدرس ما معنى المحيط المستطيل وشو يساوي المحيط تفضل صحيح المحيط نفتح قوس في 2 يساوي هذا كله هو المحيط هذه معلومه تاع الدرس طول زائد العرض بين قوسين في 2 شو بعض الطلبة كيفاش يكتبوا لي محيطة يكتبوا لي الطول زائد العرض في 2 شكون يقول لي وراه الخطأ؟ كي تقول لي في 2 تسمى 2 هذه مضربة في العرض برك ولا حتى الطول؟ انت كي تكتب لي الأقواس معناها 2 مضربة في الطول ومضربة في العرض ولا نقولوا بطريقة أخرى نحكي نجمع الطول مع العرض النتيجة مضربة ب 2 بس حنا نحكوا الطول زائد ضعف العرض هذه تقرا طول زائد ضعف على ما نرجعوا لك الولد التلميذ الرياضي مش رياضي هذا اللي قلت واحد في الليس يقول لك هذا عنده لاباس في الماط هذا يجي مليح مليح في الماط علاش؟ لانه احنا كل كي كنا نقراو بكاطريان وكنا كذا كنا نجدوا في الافكار نتعلم شفت الولد حتى كون ما تكونش مليح في الرياضيات حتى كون ما تكونش كي تعود تتبع بالعقل واحده واحده راح تمشي بالطريق ما جبتش مليح منك راح نمشي بالطريق شوف بعض الخطا اللي داروا الاولياء وانا نسميه خطا كبير كاين بعض ابنائهم مثلا ما جابوش معدل مليح في الرياضيات مثلا هو دار دروس خصوصيه واش دار؟ انت ما جبتش مليح من اي قدر يزيد على ودنه ما تقدرش على دروس خصوصيه يعني في حد يعني باغ اكزومبل مثلا ما يقراش دروس خصوصيه ما يقراش ما جابش معدل مليح في الرياضيات واش يدير له؟ واش يقول له اروح اسامي شوف الاخطاء تاعك وانا جاي غلط عاود صلح الاخر تاعك عاود نظم الوقت تاعك ريق الامور اروح شيء يعطيه الصح ضرب يقتل بالضرب بالعصا احباط ومليح عمره ما كان عنف في ربي هي قاعده يعطيه بالفلاقه مليح يزيد يديروا احباط بتلك الكلمات حاشاكم ما نجيبش نقولها لكم حاشاكم يا داب يا بغل حاشاكم الكلمات هذو يجبدوا من الشعر اسمع مليح على التلميذ يولي يتمكر هنا على التلميذ كي صابوا تولي عنده واحد الحقد الحقد ما يشوفش يبين بابه راح يولي يتمكر في نفسه يتمكر في نفسه تمام رقم ثلاثة يعطيه الضرب الكلمة لف لف لأنه لف الكلمة بالنسبة للتلميذ الحساس راه أكثر من الضرب اضربني وما وما تعطينيش تلك الكلمات هذيك اللي قاعدة تسير تقتلني رقم ثلاثة واش يدير يزيد يهجر الولي يهجر ولده ما ينايفه ما يهضرش معاه يحضر امشي ليه تحشاكم يزيد يقول له امشي ليه تحشاكم وعسى الله ما قام امشي ليه تكيل كلب مشي ليك اعطيه ياكل ليك هضر معاه هذا كل من بين اخطاء الكوارث اللي يديروها الاولياء وشوف بالعكس بالنسبه لاب واحد يحكم ابنه روح واش معليش يا بابا خويا نهب الدوزيام تريمستر جيب لي شي نتاع الاخطاء تاعك هذاك تفهم شي صرالو يفيق يعود عنده نفس الثاني كي شغل يكون عنده سوف واحد اخر كيما ليكيب هذاك الولد في الدوزيام ميتون شي صرا انقسم انزر ولا دونزر يدخل ليفيستير المدرب ذكي يقول له شنو واحد اخرج عليا لا يقول له المستوى تاعك شبيك ماكش مرك هاي الدوزيام تريمستر لا الدوزيام شو اسمه تريمستر ولا نقولوا على هذا الدوزيام ميتون نظم امورك والله اللي تلقاو ليكيب هذيك تنجح لانه المورال يلعب دور المورال يلعب دور سي بو لا فين دي موند ولدي مثلا جاب ويت جاب سات اسمع في ولدي ومن النايفه هذيك ومنها واش راح يتنايف وراح يولي يتقوى لا وبالعكس يزيد يدير القط الفدة والله العظيم ما يقرا ويقول لك انا نقرا وحاكم كتاب هكا والله والله ما يقرا
تكوراجيه وتشجعه وتعطيه تقول يقول لك التلميذ يقول لك شوف والله بابا دار فيا الثقه نحشي نمشي لراه يودي يعوم لراه واكبر هاي شفتها انا كاستاذ والله العظيم اقسم بالله شفتها ميم طلبه اغبياء كي تجي هذيك تاع التحفيز هذيك تاع يدير تيرمو شوفوا كيفاش يجي راسك يحبس ثقوا في ولادنا ونعطيهم التحفيز راح يجيبهم واحد والله راح يجيبهم واحد نعطيها لكم غارونتي بون الولاد صح الهضره اللي قاعد نهضر بها ولا كان ولا ما كانش؟ انا هذه سنه اولى ثانوي تكلمت معاهم والله قسما بالله غير بهم يبكيو يستناو هو كانوا يستناو في دوزيام تريمست وقت يجيو في ساعه علاش؟ حبوا يبينوا القوة تاعهم في دوزيام تريمست حبوا يطلعوا في الفاينل إذا قلنا هو محيط هو رفع الكلام هاو هذاك هذا واش معناه؟ محيط شوف الكلام هذا الولد هذا الكلام هو معناه محيطه دونك اسمعوني مليح عبد هنا واش درت انا؟ نحيت الكلمة اللغوية محيطه رديتها واش؟ ترجمة رياضية شيخ هذا فهمتك يا استاذ اسم الطريق هي عبارة عن تعبير لغوي نصيغوه إلى تعبير رياضي شو معنى كلمة تعبير رياضي؟ معادلة إيه؟ مؤقرة محيطه هو كلمة هو واش معناها؟ معناها يساوي أو كتبها لك بعدها محيط يساوي مكان ربعة وكذا مش هو ما يديروش سنتيمتر في المعادلات ما يكتبوش سنتيمتر بابا قبل ما نسمي المعادلات نعطيكم نصيحة يعني قبل ما تبداو تسميو المعادلات ماذا بيكم خاصة في المحيط ماذا بيكم تبسطوا كيفاش نبسط؟ شكون اللي يقول لي كيفاش نبسط هذا؟ طول زائد عرض في اثنين تساوي 4 كيفاش ندير؟ ممتاز شكون هذا؟ يعطيك الصحة أعطيه تحية تحية مليحة كلمة مجتهد قلت في سنين هذه زايدة حاكمتني حاكم شوف شو الواحد أنا نمشي واحد كيما الأم هذيك تمشي وبنتها السيارة حاكمتها واش تقولها ماما؟ أنا اللي ما بنتي تلقاني فهمت تقولها تلقاني دونك في سنين هذه واش فيها؟ راهي حاكمة في الطول زي العرض باسكو نحب الأحمر نحب الطول الأحمر راسي بون بلون أحمر اللي حابينهم نديرهم باللون الأحمر باش نفهموا الولاد ونعرف راسي من رجلي حنا حابين نلقاو الطول الأرض دونك واش ندير هنا من الأحسن أنو الثنين هذي نهبطها إلى مقام الطرف الثاني دونك واش ترجع لي الطول زائد العرض تساوي 34 على 2 وأنا تمنيت أنك تقول لي تمنيت أنك تقول لي وتساوي 17 باسكو 34 عدد هذه هي عدد زوجي يقرأ القسمة هذي تمام دونك ترجع لي هنا الطول زائد العرض يساوي 17 نرجع صفر اللي قالها من الكتابه مليح باش نسميها المعادله رقم نسميها المعادله رقم على واحد هاي واحد كذا نسميها المعادله رقم 2 ها كيف يصلح الولد من زوج معادلات هذيك نسميها واحد وزيد نسميها هذه واحد هذيك نسميها واحد هذيك نسميها 2 واش رايكم عندي زوج مجاهيل وزوج معادلات اسكو نجم نسميوش معالي زوج مجاهيل سي دي فاريابل كيما متغيرة دي لانكوني نسميو لانكوني هو المجهول لو فاريابل هو المتغير تمام المتغير عاد نسميو المتغير اكس كنسموه ان شاء الله كي نرجعو للدوام نقولو متغير هنا نسميو لانكوني دو زانكوني شنو هو الطول و الارض واش نديرو الكبير نبداو نحلو ان شاء الله راح نبداو نديرو اجتماع سنين مع بعضهم ويبداو يتحاوروا ويعطونا كيشغل المعادلة فرد معادلة اسمها معادلة كيشغل المعادلة إجمالية شنو في كان في الدرس تاع التحليل الكهربائي تاع المعادلة النسبيتي بجوار كل مصر خليك تقول الأولى والثانية يتحاور يدير لهم لقاء اجتماع باش يكون عندهم نفس عدد الإلكترونات ونجمو هكا أروح يجتمعوا مع بعضهم نجيبوهم مع بعضهم نجيبوا المعادلة الأولى والمعادلة الثانية وراح نسقسيكم واش راح نديروا نجيبوا المعادلة الأولى الطول يساوي العرض زائد 3 وهنا نسميها المعادلة رقم 1 والطول زائد العرض يساوي 17 هذا نسموها المعادلة رقم 2 قولوا لي ترى الباب كيفاش نحل الجملة هي سهلة هي سهلة كيفاش كيفاش نحل ها؟ شيخ
العقل يعني بيحسبوها بالعقل باش تفهموا كيفاش نلقى يصرى اتحاد بيننا او كلام ومي قاعد كاتبوا بعضهم سميها ويتشاور تفضل شفت المعادلة الثانية ننقلوا العرض درجة الطول تساوي 17 ناقص ال من يسكن ايوا وبعد نعوضوها في المعادلة الأولى معليش جاوبت بصح كاين حد أفضل من هذا وسريع لهذا الطول نفرقوه باللي هو هشام والعرض هو صهيب اللي كان في السبورة معايا اللي كان مع بجانب أنا هشام واش قلت لك؟ أنا قلت لك أنا هو هي قيمة واش كان عند صهيب زائد ثلاثة واش رايك كنا نحيو الطول هذا اللي هو ال نعوضوه بوش القيمة تاعو هي قداش؟ ال زائد ثلاثة نعوضوها فترجع معادلة ذاك مجهول واحد بتعويض واحد في اثنين بتعويض واحد في اثنين نجم اللي ما فهمنيش راح نحكي لكم بطريقة بسيطة تبع الاسم تبع عندنا ال ال زائد ال ال زائد ال يساوي 17 ها قياك هكا راح نحي ال هذا راح نحي بوش نهضرو اقرا شو مكتوب هو قال لك انا قال لك ال هو قاعد يهضر معك قال لك انا ال صغيره زائد ال دونك راح نحي ال هذا نعوضو بالقيمه تاعو اللي هي ال صغيره زائد ثلاثه هذا بركه هكا زائد واش ال صغيره تاعو تساوي 17 شو تحصلت انا معادله فيها مجهول واحد شكون هو ال صغيره بون كي شكون اكس زائد اكس ال زائد ال اكس زائد اكس اكس ال زائد ال 2 ال ثلاثه كي نقولها الطرف الثاني واش ترجع يساوي 17 ناقص 7 2 ال يساوي 17 حيله 3 14 واش يساوي ال 14 على 2 ردوا بالك تقول لي 14 ناقص 2 ايوا في 14 قسمة 2 كم بعد؟ 7 مبروك عليك وخرجك العرض هو 7 العرض تاع المستطيل هو 7 وهنا احنا على بالنا بلي الطول يزيد على العرض بكم؟ تسمى قداش الطول؟ 10 بصح لازم نخدمها بطريقة رياضية مش نخدمها هكذا مادام لقينا العرض 7 نعوضوها هنا بالتعويض في واحد نعوضوها في المعادلة بالتعويض في واحد نجم ها باش تفهموا مليح نكتب لكم معادلة دوبل المعادلة اللي تقول لك العرض الطول هو العرض اللي تلقاه هو العرض اللي تلقاه زيد له ثلاثة أنا العرض اللي لقيته كيفاش؟ صح ولا لا؟ هل نجم نلقى الطول؟ لا أعيد أنا عندي الطول يساوي العرض زائد ثلاثة العرض لقيته قداش؟ سبعة زائد ثلاثة كم؟ عشرة هذيك الساعة ننظر عليها بطريقة الوحدات راح نقول بالتالي طول المستطيل هو عرض المستطيل هو بنا الطول قداش؟ 10 سنتيمتر والعرض قداش؟ 7 سنتيمتر والواحد يدير التحقيق يدير التحقيق والواحد يدير التحقيق واش بغيت تقصد انت بالتحقيق واش تقصد؟ التحقيق نشوفو ترى هل الطول يزيد عن عرض كذا؟ 10 بدا زايد على 7 احسب معايا 7 8 9 10 زايد على 3 احسبوا لي المحيط تاع المستطيل اللي هو قال لك الاخرين شو غدر شو سوي المحيط المستطيل هو الطول زايد العرض بين قوسين الله يدير التحقيق قداش الطول 10 زايد العرض قداش 7 في 2 10 هو قال لك المحيط 34 يا اخي 10 زايد 7 17 17 في 2 كم؟ هاي صح باك لدين تساوي باك لدين كما مثلا تمين انا ما تمنيش اني لقيت النتيجه بقدر ما تم المنهجيه تاع الخدمه
فاهمين؟ منهجين داخلين، شوف واش واش درت منهجين بالتسليم بالفرضية نفرض قالوا إذا تذكروا شنو السؤال وشنو المطلوب؟ أول شيء طول وعرض المستطيل، شنو عليهم هذه الأسئلة؟ في التسمية واش دار؟ كاين واحد يدوخ يقول لك واش نسمي؟ روح تريش غش كيفاش دير؟ روح طل طلع المطلوب، أول شيء الطول نعرفه، بون التسمية واش دار؟ نفرض الطول هو إكس ميزها بحال العامة، ونفرض العرض هو إيكال. يعطيني إشكالية دجاج وأرم، دجاج وأرم، ما هو عدد الدجاجات وموعد الأرم؟ واش ندير فرضية؟ نفرض إكس عدد نفرض عدد الدجاجات هو إكس، ونفرض عدد الأرانب هو إيكال. نطلع على مطلوب إشكالية واش فيها؟ ما هو ثمن الكتب وما هو ثمن الكرايس؟ واش ندير إشكالية؟ نفرض إكس هو ثمن الكتب وإيكال هو ثمن الكرايس. دائما الفرضية شفوا عليها هزة واش قال الأستاذ نجيبها نطمن واش من المطلوب. ما هو عدد الكراسي وما هو عدد الطاولات؟ نفرض عدد الكراسي هو إكس، عدد الطاولات هو إيكال. بقات حاجة كيفاش نشكل المعادلات وشكون نهضرو بيه؟ باش تشكل المعادلات ولا كاع نعطيكم الحل العام، لا تعطيني سمكة لكن علمني كيف أصطاد السمك مثلا صيني. بغيت نعطيك الحل العام ما بغيتش نعطيك مثال على هذا، ولا كل مرة نقول لك أرواح جاية وديرك أرواح جاية ديرك. عندك طريقتين باش تكتب المعادلة باش تكون بروفي تكون بروفيسيونيل، لازم تكون حافظ القواعد تاع الأشكال تاعنا، حافظ المنطق الرياضي المنطق. وش معنى المنطق الرياضي؟ نعطيك مثلا واحد المنطق الرياضي يعني حتى الاجتماعي. كاين واحد الاشكاليه نشوفوها تاع واش الدجاج والارم. قال لك يقول لك مثلا مصطفى اذا عد الرؤوس يعني بالارم لقى 30، واذا عد الارجل مثلا لقى 75 رجل. انت عندك دجاج وارم، انت اذا كان فرضت مثلا اكس هو تاع الارم ارم، شوف المثال. وإذا فرضت إيكغيك هو الدجاج، قال لك إذا عد ال شو اسمه قلنا عد الأرجل لقاه مثلا 70، لازم تفهم أنت بلي الأرنب قداش عنده رجال؟ أربعة، تسمع راح تكتب أربعة إكس، زين، وكي الدجاج قداش عنده رجال؟ زين 2 إيكغيك يساوي 70. شوف هذه مثلا واحد المنطق واحد الإشكالية يخدموها مع بعضها، فيها واش؟ فيها المنطق، المنطق تاع المجتمع. ما تقوليش استاذ ما فهمتش انت شيك عليه درت هنا 4 اكس ولا درت 2 ايكغيك؟ لازم تفهم بلي الارانب عندهم 4 جنين والدجاج عنده 2 جنين، كما ولا باش تفهم ليه. واحد من الامثله الثانيه جات على واش؟ على العجلات تاع السياره وتاع الدراجه الناريه. لازم نفهم انا بلي السياره عندها 4 عجلات والدراجه الناريه فيها زوج. الحاله العامه البادي كاين دراجات فيهم فيهم حتى واحد اللي خارجين نو نضرب بحال الدراجه الناريه المطوي في الحاله العامه فيها زوج روم. دونك يجي نتكلم على العجلات كي نحسب العجلات كي نوصل السياره نقول 4 اكس، كي نوصل واش اسمه الدراجه الناريه نقول 2 ايكغيك. او يقول لك هو كي يحسب العجلات يلقاهم 80، دونك نقول 4 اكس زائد 2 ايكغيك تساوي 80. فهمتني؟ بصح الرؤوس علاه قلنا واذا عد الرؤوس لقى 30؟ الرؤوس اش ما كان الارض فيها زوج رؤوس؟ اش ما كان الدجاج فيه عنده زوج رؤوس؟ الرؤوس تسمى عادي جدا راح نقول اكس زائد ايكغيك يساوي 30 ونحل الاشكاليه. دونك هذه بالرؤوس جبدناها مين؟ عدد الرؤوس 30 جبدنا المعادله. واذا عد الارجل لقى 70، هذه جبدناها من واش؟ من الارجل. نعطيك بغيت ندير لك مثال برك ومازال التمارين ان شاء الله ونزيدوا كل ونحلوا اشكاليه راح تزيد تفهموا بزاف. هذا هو المثال الاول اللي درناه تاع مستطيل. بصح بغيت نقول لكم واش يستنى فينا؟ واش يستنى فينا؟ انا بغيت نقول لكم الولد الكود تاع الطالب يقرا لازم يكون التلميذ هذا لازم يكون خاص، لازم يكون المورال تاعو مليح. لازم يكون التلميذ عنده مشاكل. انا بغيت نقول لكم مشاكل مش نقصد بها مشاكل في المجتمع. او يتبع في مسلسل او في المسلسل او يتبع في حلقه تركيه او في حلقه رقم 54 مثلا. هذا هو المشكل. أنا المشكل طالب يكون راسه معمر هو يجي يحفظ مثلا تربية إسلامية ولا يجي يحفظ تاريخ وجغرافيا يقول لك أستاذ أخويا عيط لحظة ما نجمش نحفظ. ولا كيما التلميذ هذوك اللي يلعب في الشو تاع فيرفاير مثال بزاف هنا كاين طلبة يلعبوا فيها في فيرفاير. هذاك هو مشكل فيرفاير هذا عندك ما بغيت نكون نحكي لكم عليها راهي إدمان دير إدمان لدرجة ما تصورش. يعني باباك وامك يعود باباك يهضر معاك وأنت تشوف فيه هكا هي اكل الجو
تسلو وقت وقت تشترو راح تشري سلاح او فضولك الدراهم بار جوب لازم تروح تاع فليكسي هاك مع الاخر ابعث لي الاخر تي اس تاع مع هذاك السيد اللي في البورتابل الاخر وتجيك واحد اللعبه شيقه لاقصى درجه شت مخك ايوب نظر معاكم ولاد نظر معاكم الاستاذ اللي قاري العقل الباطن وقاري لي بلوز وقاري لي برسانيو نظر معاكم نهضرش معاكم بزاف نهضرش معاكم استاذ الرياضيات نهضر معاك في لغه البسيشيك راك تدخل في واحد الكود 26-23 هذا سميتو كون باباك يعيط لك ويقول لك واحد تعشر ايه هاني جاي وكون تروح تعشر قاعد تاكلك مازال تخدم في الجوع هي انت راه تلميذ هذا يعني شنو يقرا يقرا العلوم ولا يقرا الحوايج كيما هذا انسى انسى يبدا يقول لك راسي يضرني يبدا يقول لك وقعد معاه هو يدير يده هكا يحكم الظوافر وياكلهم نعطيك انا الحالات الحالات اللي نعرفها ياكل الفار يقلق بزاف تري نرفو والقلقة تاعو كل تعيش هذه امك باسكو هذا يكون يقلق عليه يقلق بالظل والله يعني بصراحة تلقاه يقلق على مول اقصى درجة اي خليني يوم منه ويدخل بابا ما كنتش عايد يقدروا العقلية يوصى عليكم وكيف بنات يقول لك هذا دبرتها لما تلعبش في الباير تسمى مش هاني صار كيف المسلسل 54 حلقة تاع حلقة تاع تركيا يعني مثال هذا المشكل تاعنا هالمسلسلات هالبورتابل هالانستغرام هالروح داخل ما نكتبوش بعض هذا الاستماع الاغاني هذاك دف دف هذاك ودي النصائح اللي قاعد نقولها لك من نهار زين عوده من نهار دخلت لنا الانترنت والدار هنا الوكيل بصراحه يمكن الانترنت في الجيب تاعنا لا انترنت عندنا الجمع نقراو الجمع نروحوا الصباح حتى نرقد ما نرقدوش اعرف الكارطابل تاعك وكانت البركه كنروح نسيب قاعد 4 تاع الصباح قلت لكم زيد عاود لكم لبس لي بوط تاع الثلج ديز ندي معايا قفه هذوك فيها القفه فيها الطرموس تاع القهوه اسمع مليح فيها البطا تاع الكاطو لازم ديها سيدي واذا كان خدمت حزب يعني الله يبارك وتحافظ 15 حزب من ياسين اذا خدمت لازم فكره اخرى لازم فيها الطمنه باش تخدم واللوحه وكيف دير الصلصال وروح نغسلها انا برا واحد الحياه شيقه وممتعه صح عايشين بالقران عايشين نقرا بالقران كما لازم نبدل السيل تاعي اذا كان بغيت نجح لازم نبدل الكومبورتمون تاعي نبدلو معايا لازم الصلاه كيقول لي مثلا نصلي بابا راه تصلي مش نصلي على وجهي من صفات المنافقين واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى صفات المنافقين انك تصلي على وجه بابك تدخل في الشرك الله اكبر باش يسمع شو اللي بابك روح تصلي حتى الوضوء انا مانيش متوضي الله اكبر وانت كي ماكش فاهم متوضي ما ورعاش باش يرضى عليا بابا ونزيد سمع تحية الله الزكية بابا وليت وزيد السلام عليكم انا كملت بابا السلام عليكم هذيك الساعة باش يعطيني بابا باش يقول لي هاو البورتابل روح صليت هاي روح العب اول خطا يعني كون نهضروا على الكلام كيما هذا ما نحبسوش لانه الولد نهار اللي راح صدق 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 نهار اللي راح السلام عليكم السلام عليكم النهار اللي راح صدق صدق ما بقاش قرايه الولد ما بقاش نيه روح سقسي الطلبه من هنا ما يسمعوا فيا اللي جاب المعدلات 18 من سقسي يقول له دير بعيش كي جبت 18 يقول لك يا شيخ خويا عندي ربي انا نوض 14 الصباح نعرض عليه يما يما نعرض عليه كذا كذا نتعب نديرها ما يسمعوا فيا صح البدل ما يسمعوا فيا نوض الصباح ندير نقرا ندير منا كذا نتعب يستاهلوا انهم يجيبوا 18 مرة لهم يستاهلوها بس كانوا صادقين ما كانوش يبيزوا وكان اخرين مساكنة ما يسمعوا بيها ما جابوش 18 والله العظيم يتعبوك انا كيما الطفل هذه شوفها مسكينه كيف تتعب كل مسكينه كل ما تروح تروح في الفرض عندها خرج بس 7 تاع كيلو والله تروح في الفرض مسكين حابه تقرا ودير ودير عينيها هيك وتحب تقرا اني الله يبارك حابه توصل ربي يبارك لك ان شاء الله والله والله اني كي هم الناس انا حتى كي نقريهم والله غير نفرح كي الناس كيما راني زميلكم باريسا انا نشوف فيها دائما انا نمدو فيها مثال باش ترى الاولياء بعد يسمعونا مسكينه حابه تقرا ما نطرقش بالمستوى تاعها بصح الفتره باهي حابه توصل حابينك حابين يوصلوا يعني اذا غير مساكن مجتمع ممكن ما قراوش قبلهم بصح حابين يقراوا كمال كسرت عليكم سمحوا لي
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.